مساء الخير مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم. لقاء جديد ويوم جديد مع حضراتكم في هذا البرنامج حوار خاصة. اليوم احنا مع حضراتكم مشاهدينا الكرام بنتابع مباراة مصر، والحقيقة مباراة مصر والسنغال مباراة مهمة جدا، مباراة فاصلة بالنسبة للمنتخب المصري. المنتخب المصري تعب في هذه البطولة، خاض مباريات صعبة، والأمل كل الأمل في حصد المنتخب المصري لهذه البطولة، البطولة الثامنة. كأس الأمم الأفريقية هي كأس غالية على المنتخب المصري. مصر حصدت الكأس 7 مرات، السنغال على الرغم أنه فريق متميز جدا بيضم مجموعة من المحترفين بشكل كبير، فريق قوي، والحقيقة حقق نتائج كبيرة في هذه البطولة أيضا، ولكنه لم يحرز هذه البطولة على الإطلاق، فبيأمل كمان السنغال أنه يحصد هذه البطولة. بنتابع مع حضراتكم تاريخ المنتخب المصري أو مشوار المنتخب المصري في هذه البطولة في هذا التقرير بعد ونتواصل، ابقوا معنا. سيكون المنتخب المصري على بعد خطوة واحدة من تحقيق إنجاز جديد عندما يلاقي نظيره السنغالي في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون. ويبدأ الفراعنة اللقاء وسط غيابات مؤثرة، حيث يفتقد الفريق لجهود كل من أكرم توفيق ومحمد الشناوي الحارس الأساسي، كما يغيب أحمد حجازي للإصابة بتمزق في أوتار العضلة الضمة، ولن يكون عمر كمال متواجدا في المباراة بسبب الإيقاف بعدما تلقى الإنذار الثاني في مواجهة نصف نهائي كأس الأمم بين مصر والكاميرون. وقطع منتخب مصر مشوارا مليئا بالصعاب نحو النهائي، فالبداية كانت بالتعثر أمام نيجيريا بهدف دون رد، ثم التعويض بالفوز بنفس النتيجة على حساب كل من السودان وغينيا بيساو، ثم جاء التأهل على حساب كوت ديفوار بركلات الترجيح في ثمن النهائي، وعبور المغرب بالفوز بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي، ثم إقصاء أصحاب الأرض الكاميرون بركلات الترجيح. وحال التتويج فإن الفريق سيحقق اللقب للمرة الثامنة في تاريخه والأولى منذ عام 2010، كما أن وصول الفراعنة إلى نهائي الكان هو العاشر، حيث فازوا في 7 لقاءات وخسروا لقاءين كأكثر منتخبات القارة حصدا للقب القاري. ويراهن منتخب مصر على خبراته في اقتناص لقب الكان من قبل، بجانب توليفة كيروش التي تعتمد على قدرات محمد صلاح وسرعته في الجانب الأيمن، مع المجهود الذي يبذله ثنائي الهجوم مصطفى محمد وعمر مرموش، بخلاف أدوار لاعبي خط الوسط محمد النني وعمر السلية وحمدي فتحي. للمزيد من المتابعة والتحليل بينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ حسام زايد الناقد الرياضي بالشروق. أستاذ حسام تحياتي، أهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني متابعه حضرتك لاجواء المباراه من خلال الدقائق اللي مرت في هذه المباراه حتى الان؟ يعني عدى لغايه دلوقتي تقريبا 20 دقيقه من الشوط الاول. اهم مكان فيهم طبعا انه محمد ابو جبل تصدى لركله جزاء في توقيت مهم جدا في اول المباراه، طبعا كانت للمنتخب السنغالي، يعني سددها ساديو ماني، ولكن محمد ابو جبل كالعاده تالق وتصدى لركله الجزاء، ودي اعتقد يعني كانت نقطه تحول مهمه في سير اللقاء حتى الان. يعني معنويات مرتفعه طبعا لمنتخبنا الوطني بعد تصدي ابو جبل، والناحيه الثانيه السنغال الى حد ما طبعا تراجع حصل في الاداء، لكن ان شاء الله نتمنى ان منتخبنا يستغل الفرص اللي بتتاح، يعني لانه طبعا المباريات النهائيه قد تحسم من فرصه واحده محققه او لا تحتمل طبعا اضاعه المزيد من الفرص. يعني استاذ حسام، يعني مشوار مليء بالصعاب قبل المنتخب المصري حتى الوصول الى هذه المباراه النهائيه، بتشوف ازاي تاريخ المنتخب في هذه البطوله حتى الان؟ بالفعل يمكن كانت بدايه صادمه الى حد ما امام المنتخب النيجيري، ولكن سرعان ما استعاد المدير الفني كمان توازنه مستر كيروش، ويعني عدل التشكيل او تمركز اللاعبين في مراكزهم الصحيحه، محمد صلاح او مصطفى محمد، وشفنا ده في المباريات التاليه بعد كده، وخاصه في الادوار الاقصائيه بدايه من مباراه كوت ديفوار ثم مباراه المغرب وصولا لمباراه الكاميرون في الدور قبل النهائي، شفنا اداء رائع للغايه من لاعبي المنتخب، وشفنا كمان وصول للوقت الاضافي واللاعبين يعني بدنيا واقفين على رجليهم بلغه كره القدم، فيعني لا مجهود على يعني على افضل ما يكون للوصول كمان للمباراه النهائيه، وانك تقصي صاحب الارض في الدور قبل النهائي اعتقد دي حاجه مهمه للغايه، كمان ظهور اكثر من لاعب
في البطوله يعني الاسماء جديده ظهرت بشكل مميز، اذا كان محمد عبد المنعم او اذا كان المفاجاه بالنسبه لنا كمان احمد فتوح، الاداء الرائع لاحمد فتوح وكمان تالق محمد ابو جبل بعد اصابه محمد الشناوي. فاعتقد دي امور ايجابيه للغايه لمنتخب مصر في البطوله، وفي النهايه فعلا كلهم عملوا اللي عليهم، يعني بغض النظر عن النتيجه ان شاء الله نتمنى منتخبنا ان شاء الله يكسب ويضيف الكاس الثامنه في تاريخ كاس الامم، لكن يعني حقيقه اللاعبين عملوا اللي عليهم واكثر في المباريات الماضيه وقدموا نموذج مشرف فعلا استحقوا عليه تهنئه فخامه الرئيس بعد العبور في مباراه الكاميرون والوصول للدور النهائي. فان شاء الله ربنا يا رب يكرم ونكمل ونكلل المجهود النهارده ان شاء الله بلقب البطوله. الكاميرون طبعا كان ماتش صعب جدا، كان فيه وقت اضافي، لكن المباراه النهائيه ما بيكونش فيها وقت اضافي، بنوصل لضربات الترجيح مباشره. يعني الحقيقه كمان يمكن عايز اسال حضرتك ان احنا في المباريات اللي فاتت كان في اداء متميز جدا للمنتخب، وكمان مستر كيروش يمكن من خلال المباريات والخطط اللي عملها في المباريات رد على كتير من الانتقادات اللي توجهت ليه، ولكن مش بالكلام ولكن بالتنفيذ على ارض الواقع، بتشوف هذا الجانب ازاي؟ بالفعل بالفعل، ولكن هو اكيد هو مدرب يعني راجل محترف وعارف انه في النهايه يعني الانتقاد ده امر طبيعي، وعلى فكره يعني معظم الناس اللي انتقدت بشكل واقعي في المباراه الاولى كان عندها حق في الانتقادات، وهو كمان نفسه يعني عدل من طريقه اللعب ووضع اللاعبين في الملعب وتمركزهم في الملعب، فده شيء طبيعي اكيد. يعني هي دي اصلا مش يعني كره القدم مش ثوابت، يعني لانه لما بيكون الاداء الى حد ما في خلل الناس هتتكلم والنقاد هتتكلم والفنيين والجمهور كمان، لكن لما الوضع بيعود لنصابه الطبيعي والنتائج بتظهر والاداء بيظهر اكيد كله بيشيد بالاداء وبيشيد بالشكل، لانه في النهايه ده منتخب مصر مش نادي مثلا الناس هتحاول ان هي تتكلم بحسب انتمائها للنادي، لا هو كمان كانت رساله محمد صلاح قبل مباراه كوت ديفوار واضحه للجميع، احنا يا جماعه شجعوا منتخب مصر مش انديه ومش لاعب بعينه، لا حتى محمد صلاح اتكلم على نفسه قال انا ما تشجعوش محمد صلاح شجعوا منتخب مصر، وفعلا ده اللي حصل ان الناس كلها التفت حول منتخب مصر والتفت حوالين علم مصر، وشفنا ده قد ايه كمان في رحله اليوم الواحد من خلال الجماهير اللي بتروح للكاميرون، الناس كلها بتشجع والناس كلها عندها حماس انه المنتخب يعود باللقب الغائب منذ 2010، وان شاء الله انا عندي امل باذن الله النهارده الناس كلها تحتفل ونخرج زي زمان نحتفل في الشوارع في منتخب مصر بعد الفوز باللقب باذن الله. انا بشكرك جدا الاستاذ حسام زايد الناقد الرياضي بالشروق، شكرا جزيلا. بروح مع حضراتكم لكابتن أسامة صالح لاعب كرة قدم مقيم في إسبانيا. كابتن أسامة تحياتي، أهلا وسهلا. أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. أجواء المباراة في إسبانيا حضرتك بتشوفها إزاي، والأجواء المحيطة بالجالية المصرية في إسبانيا بالتأكيد؟ إحنا هنا بصراحة يعني كلنا متجمعين في مكان واحد بنحاول نتفرج على الماتش كلنا مع بعض، بنحاول نحتفل بفريقنا إن شاء الله وربنا يكرمنا كده إن شاء الله ونحقق النهارده كأس غاب عننا بقاله فتره ان شاء الله بامر الله الواحد متفائل ان شاء الله، برغم ان الواحد شايف ان الفريق السنغالي الى حد ما الفرقه كلها محترفه، ففي تمركز اكثر افضل مننا، في تحكم في الكوره اكثر مننا وفي سيطره، طريقه لعب احنا لازم نغير شويه من حته تواجدنا في نص الملعب، لازم يكون في كثافه اكثر من كده، لان احنا مش مسيطرين في الشوط الاول، وان شاء الله بامر الله نتفاجئ في الشوط الثاني يكون افضل، لان برضه ده نتج عن الفرقه الثانيه زي ما قلت لك ان هم كلهم محترفين في اوروبا وكلهم عندهم ما شاء الله حته الريتم اللعب الاوروبي، مسيطرين في نص الملعب، فنتمنى ان احنا الى حد ما نقدر نخوض ان شاء الله كده في الجزء في الشوط الثاني نعدل من طريقه لعبنا، نقدر نتحكم اكثر، نقدر نعرف اكثر، لانهم مش عايزين يديهم فرصه ان هم يضغطون علينا من عند 18 بتاعنا بيضغطوا علينا من فوق قوي، فمش عايزين نديهم الفرص دي كلها، عايزين برضو نتحكم في نفسنا ونتحكم في الكوره اكتر من كده، وما يبقاش عندنا ميت باس كتير على بقدر الامكان، نقدر بلاش اللعب الطويل، الواحد حاسس بكده يعني مش كويسه، خصوصا انت في ماتش 90 دقيقه، يعني حاول بقدر الامكان نلم الكوره اكتر، ننقل اكتر، نقرب من بعض اكتر، هم عندهم الحاجات دي احنا بنفتقدها شويه. فده اللي واضح حاليا في الشوط الاولاني في اول ثلث ساعه، الحمد لله ربنا كرمنا بفضل ضربه جزاء محمد ابو جبل، فضل ضربه جزاء بطريقه عاليه جدا جدا الحمد لله من قوتها
صد ضربه جزاء الكوره من قوتها راحت في الجهه الثاني. اها. فالحمد لله كان في توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى ومحمد الجابر ابو جبل، فربنا يكمل ما شاء الله المشوار الثاني ونكون افضل من كده بامر الله تعالى. احنا فاضل 20 دقيقه، نتمنى ان احنا الى حد ما النتيجه ما تبقاش سلبيه علينا، ان شاء الله نكملها لحد ما الثاني نبدا نغير من وضعنا في الملعب ونغير من اسلوب لعبنا وطريقه لعبنا، لازم نبقى متمركزين اكتر في نص ملعبنا، مفيش بلاي باس، مفيش ضغط علينا اكتر من كده. فنتمنى ان احنا ان شاء الله نكمل الماتش بطريقه احسن، خصوصا ان احنا عندنا امل كبير قوي في الماتش النهارده ان شاء الله باذن الله ان احنا نخلصه بامر الله تعالى. طيب الصحف الاسبانيه بقى، تعالى المواقع اقول لك، المواقع الاسبانيه النهارده ما شاء الله، يعني ماركا واي اس موندو ديبورتيفو وماركا واي اس والبايس، يعني ما فيش مواقع مش متكلمه على المباراه النهارده. طيب كابتن اسامه خليك معايا، خليك معايا، بروح للولايات المتحده الامريكيه، ومن هناك بتنضم الينا الدكتوره شيرين النجار، مصريه مقيمه في الولايات المتحده الامريكيه. دكتوره تحياتي، اهلا وسهلا. اهلا يا فندم بحضرتك. اجواء متابعه مباراه مصر والسنغال؟ عايزه اقول لحضرتك ان احنا كمصريين عايشين هنا في حاله يعني قلق وتوتر، وقاعدين كلنا في جميع الولايات، يعني عندنا حتى نتورك ان احنا كلنا نشوف بعض واحنا قاعدين بنتفرج، في كاميرات مسلطه على التلفزيون، وفي ناس كتيره قوي من كاليفورنيا، من تكساس، من نيويورك، من ولايه واشنطن، من فلوريدا، كلنا قاعدين بنتفرج في نفس الوقت، وحتى في جروب شات ان احنا بنشجع ومصر ومصر ومصر، يعني الحمد لله ربنا يوفق ويعني ما يخيبش ظننا النهارده ان شاء الله، بس ايماننا كبير ان شاء الله كله النتيجه تبقى لصالحنا باذن الله. بالتاكيد المباريات اللي فاتت كانت مباريات ايضا محل متابعه منكم، وخاصه مباراه الكاميرون اللي المنتخب ادى فيها اداء متميز جدا مع بقيه المباريات. الاجواء اللي كانت مصاحبه لفوز المنتخب في المباريات السابقه، حضرتك قول لنا يعني كنت بتعملوا ايه؟ يعني عايز اقول لحضرتك بعد ما النتيجه في اخر جون دخلناه، مش عايزه اقول لك كلنا كنا يعني بنتبطط من الفرحه وعمالين نحضن بعض، وحتى في بعض الكافيهات هنا اللي يملكوها مصريين، مش مصريين فقط وعرب، يعني عاملين جلسه والتلفزيونات محطوطه في كل حته، ومصريين وعرب كلنا متجمعين بنحيي مصر. وطبعا الاجواء بعد الفوز كانت، كنا معانا الاعلام كمصريين او غير مصريين، العرب كلهم الحمد لله كانوا على قلب واحد زي ما بيقولوا، كلهم كانوا بيهتفوا تحيا مصر. يا رب الفوز لمصر. انا بشكرك دكتوره شيرين النجار، مصريه مقيمه في الولايات المتحده الامريكيه، بشكر حضرتك جدا. برجع مع حضراتكم مشاهدينا لكابتن اسامه صالح، لاعب كره قدم مقيم في اسبانيا. كابتن اسامه، بالتاكيد عايز اسال حضرتك كمان عن رايك في المباريات السابقه. مشوار المنتخب في هذه البطوله كان مشوار صعب بالنظر الى المباريات اللي خاضها. اكيد اكيد طبعا، طبعا دي بطوله في تدرج في الاداء، اكيد طبعا، اكيد اول مباراه كان ما فيش فيها اداء، فيها سوء اداء، في تدرج بعد كده الحمد لله بدانا نتحسن، بدا المستوى يعلى، بدا المدرب يبقى ليه شكل، بدا في تغييرات، في حاجات، في سلبيات بدات تتعدل برضه، يعني من ضمن السلبيات اللي هي النقد الكتير اللي احنا كنا بنشوفه في الاعلام وفي الميديا على اللعيبه، ممكن يكون جاب نتيجه عكسيه، الحمد لله جاب رد فعل، وصل للعيبه ان احنا الناس علينا من الاداء، بدانا نحس بتغيير، ان المدرب بدا يسمع للنقد، وبدا الحمد لله بدانا نحسن باذن الله، في اداء في اداء احسن وافضل من الاول، كل ماتش بيزيد الاداء عن اللي قبليه، اللعيبه بدات تحس بمسؤوليه اكثر، الحمد لله. نتمنى ان احنا ان شاء الله نختم تدرب الاداء العالي دوت في اللقاء النهارده بامر الله بمكسب النهارده، عشان ال 100 مليون يفرحوا النهارده، اللي انت عارف الكوره بتجمعنا، الكوره جمعتنا في البطوله ديت، يعني انا مش عايز اقول لك مش جماعه مصر بس، جماعه العرب كلهم، بقينا نشوف الاربع اعلام بتوع المنطقه العربيه، المغرب، تونس، الجزائر، مصر، عمرها ما كانت بتحصل، عمرها ما كانت بتحصل، دي من ضمن الايجابيات اللي احنا بنشوفها، فعايزين الكوره بتجمعنا، عايزين يعني عايزين نفرح بقى كمان. نتمنى ان ربنا يكرمنا النهارده ان شاء الله ونحقق اللقب بامر الله تعالى.
طيب كابتن أسامة، يمكن المدير الفني كيروش والمدرسة البرتغالية بتعتمد بشكل أساسي على الدفاع واقتناص الفرص لتحقيق الفوز، حضرتك شفت المدرسة دي ازاي مع المنتخب من خلال المباريات السابقة وأداء المنتخب، والمتوقع اليوم في تقديرك الفريق المصري محتاج ايه علشان يفوز في هذه المباراة؟ المنتخب المصري محتاج ان احنا برضه نبقى، انت فاكر لو انت فاكر كوبر المدرب السابق كان بيلعب على اساس امكانيات لاعبتنا، فكان دايما بتلاقي تمركزه في نص الملعب اكتر، كنا بنلعب هجمات مرتده، اللاعب عندنا مهاجم كان بيعتمد على مهاجم واحد اللي فيها هو برضه خلي بالك يعني معلش المدربين الاوروبيين كيروش او كوبر عندهم تاريخ، ناس ليهم تاريخ يعني احنا هنا لو انا افتكر كيروش كان ماسك هنا عندنا في ريال مدريد ومسك قبل كده منتخب كولومبيا يعني مش قليل تاريخه مش قليل، فبيلعب على قد الامكانيات اللي موجوده معاه. انت بتلعب الفرق الافارقه كلها بلا استثناء، يعني عايز اقول لك الاحتياطي كلهم حتى محترفين. يعني فريق السنغال الاحتياطي دي كانوا محترفين، يعني لعيبه اوروبيه متعوده على السيستم الاوروبي والسرعه والتقنيه العاليه في الاداء لا فهو ما شاء الله يعني بالتدرج مشي وبالتدرج ماتش من ماتش لماتش اللي حسينا بالتحسن في الاداء، حسينا في اختلاف في الاداء الا الى حد ما عمل لعيبه من البطوله العربيه، بدانا نشوف لعيبه جديده، ما بقاش نعتمد على لعيبه فلان مش موجود بتاع الاهلي خلاص ما فيش غيره هيبقى في عجز في الملعب، لا بقينا في بدائل واحد واثنين وثلاثه، لان احنا كل ماتش بيبقى عندك لعيب مش موجود او اثنين لعيبه مش موجودين ما بيحصلش بالكلام ده. فدي الحمد لله من ضمن الايجابيات بتاعتنا اللي موجوده في البطوله ديت. كيروش اسم كبير النهارده كاتبين في جورنال ماركا او ايه في الاسبانيه، كيروش صعد بالمنتخب مصر هيلعب النهائي، يعني من ضمن الحاجات اللي موجوده كلها في الصحف الاجنبيه النهارده، ما فيش جورنال مش كاتب على اللقاء النهارده الحمد لله. فنتمنى ان احنا يبقى عندنا بحيث ما فيش حته ضغط مش عايزين نضغط عليه اكتر من كده، عايزين نصبر. المدرب ما بقاش بين يوم وليله، المدرب ما كملش شهور بسيطه عندنا اشترك في البطوله العربيه. طيب هتسمح لي انا ارجع اكمل النقطه دي تاني مع حضرتك كابتن اسامه، ولكن بروح مع حضراتكم مشاهدينا للاستاذ سمير ماضي احد ابناء الجاليه المصريه في دوله الامارات العربيه الشقيقه. استاذ سمير تحياتي، اهلا وسهلا. استاذ سمير معاك يا فندم. مساء الخير يا استاذ سمير. مساء الفل يا فندم. اجواء متابعه المباراه في الامارات؟ والله يا فندم اكنك بتلعب في مصر، يعني حاجه نفس الاجواء شريفه للغايه. صراحه يعني شعب الامارات وشعب التونسي والجاليه التونسيه والجاليه المغربيه كل العرب هنا بصراحه ورا الجاليه المصريه ورا الفريق المصري حاجه مشرفه للغايه. الحقيقه يمكن احنا شفنا ده الحقيقه في حاله التفاف كبير من الاخوه العرب في كل المباريات اللي بتخوضها مصر في هذه البطوله، ولكن الترقب حاله الترقب لهذه البطوله الفاصله بالتاكيد ليها اجواء خاصه عندكم في الامارات، احكي لنا عن الجاليه المصريه واحتكاككم وتجمعكم والاجواء المتوقعه. والله يا فندم هو كان لو حضرتك تتذكر ماتش نيجيريا ماتش الاول بتاعنا الاداء المصري بتاعنا ما كانش مقنع، فهو كان مقلق الكل، بس بصراحه يعني احنا كان عندنا امل وثقه في المنتخب بتاعنا اللي هو اداؤه يتحسن بعد كده في الماتشات اللي بعد كده، وده اللي حصل فعلا والحمد لله، يعني ربنا كرم الماتشات اللي بعد كده الاداء بدا يتحسن تدريجيا. بفضل الله بفضل الله احنا يعتبر يعني فعلا احسن منتخب لغايه دلوقتي، حاجه على اعلى مستوى، يعني حاجه غير متوقعه بالمره يعني. فيا رب يكملها النهارده بالستر، وان شاء الله ان شاء الله نكسب السنغال ونرفع الكاس ان شاء الله. وعايز اعرف حضرتك حاجه، والله التجمعات اللي هي بتاعه الماتشات معلش انا بكرر تاني لان انا قاصد يعني فعلا مش قصه بقى الجاليه المغربيه تشجع المغرب لوحدها، الجاليه الجزائريه تشجع، لا فعلا فعلا كلهم عشان المنتخب العربي الوحيد في الدوره وصل للنهائي، اي تجمعات دلوقتي كله بيطلع يحتفل مع بعض، ما حدش عارف فين المصري فين التونسي فين المغربي. كلام مظبوط، حاجه على اعلى مستوى. كلام مظبوط يعني. أنا بشكرك جدا، كل الأمنيات بالتوفيق لمنتخبنا بإذن الله في هذه البطولة. بشكرك وتحياتنا لكل المصريين في الإمارات وكل الأشقاء العرب. بشكرك الأستاذ سمير ماضي أحد أبناء الجالية المصرية في دولة الإمارات العربية الشقيقة. برجع مع حضراتكم للكابتن أسامة صالح. كابتن أسامة كنا بنتكلم قبل ما نروح للأستاذ سمير عن
المدير الفني ومشواره مع المنتخب في هذه البطولة. كنا بنتكلم على المدير الفني بتاع المنتخب. عايز اقول لك يعني معلش مع احترامي لينا كنخبة مصر او كتدريب في مصر او مجال الرياضة في مصر، الناس دي لها تاريخ، الناس مش اي كلام، الناس دي المدربين تقال اصحاب. كابتن اسامة، اتمنى ان احنا يبقى عندنا طول بال عليهم اكتر من كده. الكرة مش ما تتحسبش بين ماتش وماتشين وخلاص وانتهت على كده ونغير ونجيب، لا، الثقافة دي لازم نغيرها، لازم يكون عندنا طول بال، لازم ندعم، لازم نقف مع المدربين، لازم يكون عندهم في ثقة مع الإعلام، مع مش لازم. انت حضرتك عارف مجال كرة القدم بيفكرني، انت عارف الأفلام لما بنشوف فيلم جاهز في كواليس. الفيلم ما بنشوفوش، لازم يكون في كواليس، ما بنعرفش ايه اللي بيدور في الفيلم. صحيح. كرة القدم المدرب مش لازم يقول لنا انا حصل عندي كذا واللعيب حصل له كذا وعندي عندي والمشاكل والتحديات اللي بتقابله وما الى ذلك، حاجات كتير فعلا. مش لازم يقولها. مش لازم يقولها على التلفزيون للناس كلها عشان الناس يعرف وتعذره، لا، مفيش الكلام ده. هو المدرب جاي عارف، ماليش دعوه لعيب ده بيلعب في الاهلي، لعيب بيلعب في الزمالك، لا، هو عايز افضل لعيبه بينقيها في الدوري بياخده. حصل لعيب اصابه عنده، لا، عنده بديل، وده اللي احنا شايفينه الفتره اللي فاتت ديت، ما كناش بنتاثر بغياب لاعب. ودي ميزه كويسه جدا، ودي حاجه شفناها، حاجه جميله جدا في المنتخب الفتره اللي فاتت. عندنا باك رايت واثنين، وكم لاعب حصل له اصابه، وكم لاعب اتصاب، وكم لاعب موقوف، الحمد لله ما تاثرناش بالكلام دوت. فعايزين نصبر لو سمحتوا. من خلال بقول لك عشان خاطري النقد في مصر عايزينه يكون بناء، عايزين النقد ده يكون ايجابي، مش عايزين نقد سلبي. مش كله بيتكلم في كوره، مش كله هينتقد، مش كله، لا، لو سمحت عشان خاطري بلغ الرساله ديت يعني نيابه عن لساني. احنا هنا في اسبانيا ما بنشوفش الكلام ده، احنا متابعين للدوريات الاوروبيه كلها، ما بنشوفش الكلام ده خالص، ما بنشوفش النقد ده خالص، نقد سلبي وكله بيحكي وكله بيتكلم في كوره، لا، عايزين ايجابيات، عايزين نتكلم في الايجابيات، عايزين نقول الصح. عايزين الصح اللي يخلي فريقنا او منتخبنا، احنا عندنا بطوله كاس عالم خلاص، يعني عندنا ماتش برضه مع نفس الفرقه. بس انت عارف يا كابتن اسامه، لو تشوف حالة التوحد المصري والشارع المصري النهاردة واحنا بنتكلم مع بعض دلوقتي، عايز اقول لك ان ممكن ما تلاقيش حد ماشي في الشارع المصري حاليا، لا في مدينة ولا في قرية ولا في نجع ولا في اي مكان، الكل عينه على الشاشات وبيتابع اداء المنتخب، حالة تعاطف ومش عايز اقول لك عاملة ازاي. فدي كمان اجواء بالتأكيد دعم للمنتخب المصري بكل تأكيد. يعني اكيد اكيد، احنا الكوره بتجمعنا، اكتر حاجه بتجمعنا في مصر وبتحببنا الكوره هي بتجمعنا. يعني انت لو تفتكر من كتر الانتباهات، يعني الانتباهات والحب اللي وتشجيع الكوره، انت لو تفتكر الحفله بتاعت الاولاد اللي ماتوا عيني، ما هو بتحب الكوره، الناس بتعشق الكوره، بتموت في الكوره، احنا كلنا في الكوره. يعني دي بطوله بتجمعنا، بتخلينا قبل كده اتجمعنا في البطوله العربيه اللي فاتت، وشوف ازاي اتجمعنا، وشوف ازاي بالمحبه، وشوف الحب الناس، ومش بس احنا في مصر، ده الدول العربيه كلها بتتجمع معانا. وحضرتك بتكلمني بتتابع الماتش يا كابتن اسامه؟ نعم. وحضرتك بتكلمني بتتابع الماتش؟ انا طبعا شايف التلفزيون معايا الجاليه المصريه هنا. بتتابع الماتش يعني اقدر اسالك عن اداء المنتخب خلال الدقائق اللي فاتت قدام السنغال؟ يعني الى حد ما انا شايف السنغال مسيطره اكتر من نسبه مثلا نقول 55 45. هم في عندهم الى حد ما خطوره اكتر مننا، هم عندهم انتشار اكتر في نص ملعبنا، تواجدهم اكتر في نص ملعبنا، ضاغطين عالي علينا. يعني لو نشوف نص الملعب عندنا، ممكن اقول لك ضاغطين 8 في نص ملعب، في نص ملعبنا 8 من السنغال. وده برضو مش من فراغ، قلت لك كده، هم عندهم لعيبه بسم الله ما شاء الله كويسه جدا، لعيبه كلها محترفه في اوروبا، وده برضو مش من فراغ السيطره او التحكم او ده كله، برضو ان شاء الله في الشوط الثاني انا على امل الشوط الثاني ان احنا نغير اسلوب تمركز لعبنا، بحيث ان احنا يبقى لينا تواجد في الشوط الثاني ولينا خطوره، واتمنى يا رب يكون التعديل في الشوط الثاني يكون ايجابي في صالحنا في امر النادي. مباراه لو كانت صعبه في تقديرك انت هتكون اصعب من مباراه الكاميرون؟ دي حقيقه، دي حقيقه لاحترافيه اللاعبين اللي موجودين في منتخب السنغال. طبعًا. بيعادلوا الجمهور والارض اللي كان فيها الكاميرون. اكيد 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 100%. اكيد 100%. اتمنى ان شاء الله الشوط الثاني يعني يبقى في عندنا تمركز اكتر، وفي عندنا هدوء اكتر، زي ما كنت بقول لك كده، كان كوبر بيلعب
لو انت تفتكر البطوله الاخيره لكوبا اللي هي بطوله افريقيا كنا في تمركز اكتر وفي ثبات اكتر في نص ملعبنا اكتر من ان احنا بنهاجم. فنحن الماتش ده لازم يكون في حذر اكتر من الماتش اللي فات عشان خاطر الماتش نهائي. الماتش ما فيش فيه لو لا قدر الله جه فينا جول هيبقى التعويض صعب. فلازم نتمركز اكتر في نص ملعبنا نحاول بقدر الامكان ان احنا ننقل الكوره كتير نظهر لبعض كتير ما يدهمش فرصه يضغطوا علينا من نص ملعبنا او كده من فوق من على ال 18. ان شاء الله باذن الله الشوط الثاني هيكون لنا شكل افضل من كده بامر الله تعالى. طيب كابتن أسامة خليك معايا بروح برضو للدكتور وائل عبد القادر من الجالية المصرية في إيطاليا ونتابع أجواء المباراة هناك. دكتور وائل تحياتي أهلا وسهلا. أهلا 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 بيكو. أهلا بحضرتك وتحياتنا للجالية المصرية في إيطاليا وأجواء المباراة عندكم إيه؟ الله يخليك. بص إحنا متجمعين كلنا في مقر المنتدى المصري بميلانو سيدات ورجال وكل حاجة وقاعدين كلنا بنتفرج على الماتش. حضرتك يمكن تسمع. طبعا أجواء جميلة وطبعا بنتمنى الفوز لمنتخب مصر وإن رجالة مصر فعلا النهاردة يعملوها وناخد الكأس الثامن بإذن الله. المباريات اللي فاتت كانت نفس الأجواء عندكم يا دكتور ولا المباراة النهائية ليها جو تاني؟ بص حضرتك بعد من ساعه مباراه المغرب واحنا الاجواء هي بس النهارده زياده شويه لان احنا طمعانين في الكاس الثامنه باذن الله. فالنهارده زياده شويه. الجاليه العربيه وكل انا متابع مع حضرتك كمان تفاعل الجاليه المصريه في ايطاليا مع الـ مع الـ مع المباراه يعني. طبعا 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 حاجة جميلة جدا. وعلى فكرة برضو كل اخواننا العرب من توانسة لمغاربة لجزائريين كلهم بيشجعوا المنتخب المصري بعد خروج منتخباتهم من الكاس افريقيا. فالحمد لله الحمد لله احنا هنا جو جميل جدا جدا. وعلى فكرة احساس المغترب في الخارج بيبقى مختلف عن اللي موجودين في مصر، بيبقى حنين لمصر ليه اكتر شوية. ده كلام مظبوط. انا بشكرك جدا دكتور وائل عبد القادر من الجاليه المصريه في ايطاليا وتحياتنا لكل اعضاء الجاليه المصريه في ايطاليا. شكرا جزيلا. برجع مع حضراتكم لكابتن اسامه. كابتن اسامه يعني يمكن فاضل دقائق في نهايه الشوط الاول من هذه المباراه، بتشوف ازاي اللياقه البدنيه وتركيز اللاعبين المصريين؟ لينا حاجه محمد صلاح تلاقيه جول دلوقتي الحمد لله الحمد لله. اتفضل. أنا بسأل حضرتك عن اللياقة البدنية وتركيز اللاعبين لاعبي المنتخب الوطني في هذه المباراة من خلال متابعتك للشوط الأول اللي لم يتبقى فيه سوى دقائق معدودة يعني. هو ما فيش شك إن إحنا البدني عندنا متأثر شوية أكيد. إحنا متأثرين طبعًا، إحنا كام ماتش إحنا بنلعب إكسترا تايم أكيد إحنا متأثرين. خلي بالك برضو إحنا كثقافتنا عندنا في دورياتنا ما بنلقاش مضغوطين كده، ما بنلعبش بالضغط دوت اللي هو كل ثلاث ايام ماتش وماتش و120 دقيقه. الحاجات دي مش متعودين عليها، فربنا يعينهم ونتعود على الكلام ده. لان احنا اوروبا واللعيبه اللي بتلعب في اوروبا كلها متعوده على كده، متاقلمه على كده، البدني بتاعها ما بيقلش مش بالسهوله ديت. فاتمنى ان احنا نكمل الماتش بامر الله تعالى. اتمنى ولكن احنا متاثرين بدنيا، ما اكذبش عليك احنا متاثرين بدنيا في الشوط الاولاني. تفتكر ممكن المدير الفني يكون له رؤيه في الشوط الثاني من هذه المباراه؟ مليون في المية هيحصل تغيير ان شاء الله في الشوط الثاني عشان خاطر الناس فينا محتاجه يبقى عندك ناس في نص الملعب عايز تغيير، عايز تعمل تدي حماس وطاقه ثانيه في نص الملعب اللي بيبقى يعني في تغيير الى حد ما في الشكل في الاداء بامر الله يحصل تغيير الشوط الثاني. يعني بس برضو على الرغم من ده مفيش تسجيل من جانب منتخب السنغال الحمد لله، فبرضو نقدر نقول ان احنا بنلعب بنديه كبيره في هذه المباراه الى حد كبير يعني. مفيش شك ان شاء الله بامر الله تعالى ان شاء الله الشوط الثاني هنكون لدينا شكل ان شاء الله واحسن من كده وبامر الله ربنا يوفقنا بامر الله تعالى. الجاليه العربيه بتؤازر المنتخب المصري في كل بلدان العالم وبالتاكيد حضرتك عايش الاجواء دي. زي
دي قلت لك، قلت لك في كلامي من اول، من اول ما اتكلمت معاك قلت لك من الميزات الجميله او من مكاسب البطوله ديت ان احنا الجاليه العربيه كلها تونس مغرب جزائر مصر اعلام عمرها ما اتجمعت قبل كده خالص. فدي الحمد لله من اكثر مكاسب البطوله هنا، المجمع قاعدين مغربي تونسي جزائري مصري كلهم قاعدين مع بعض والاعلام جنب بعضيها. دي حاجات من الحاجات الايجابيه اللي احنا كنا بنتمناها من زمان، كانت غايبه عننا سنين، الحمد لله جمعت الفتره الاخيره في البطوله الاخيره دي. الحقيقه احنا شفنا كمان الكابتن اسامه وينك بنتفق معي في اصرار من جانب اللاعبين المصريين على تحقيق الانجاز، وخدوا كل ماتش من الماتشات اللي فاتت على انه بطوله محدده، وكان في تعامل مع كل المنتخبات باستعداد كبير جدا. بتشوف هذا الجانب ازاي في وصول المنتخب الى المباراه النهائيه؟ اكيد وصلنا للماتش الاخير دوت مش من فراغ، مش من فراغ اكيد. انت عارف يعني، انت عارف اما بيشتغل اما يعني احنا عايشين في اوروبا هنا، اما بيجي لك عارفين النظام ماشي ازاي، فاما بتشوف مدرب اوروبي او مدرب اجنبي بيشتغل عندك في معاك في 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 دولتك، فبيطبق السيستم الاوروبي مع لعيبتك، خصوصا ان انت معاك لعيبه مختلفه، كم عندك كم لاعب مختلف، فبيطبق وبيعود نفسه بيأقلم نفسه على كده. فكل دوت بيبان اكيد من خلال الشغل المدرب او من خلال الشغل اللي بيعمله الجهاز الفني. عارف ان طبعا في مباريات بتبقى فيها وقت اكسترا تايم، فطبعا بيبقى معروف. طبعا حتى كمان لو انت لاحظت ان احنا في معظم المباريات اللي فيها اكسترا تايم كان بيبقى في تواجد للاعداد لعيبه كثيره من اللعيبه بتنزل، لان ما ينفعش طبعا تعتمد على 11 لعيب بس، لا ده حتى كمان اسمح لنا طبعا بعدد التغييرات الزياده او الكثيره في الملعب او المباريات، ده ادانا فرصه ان احنا لعيبتنا يبقى في عندنا لعيبه بتكمل ولعيبه بتأدي المباراه او بتقفل المباراه بلياقه بدنيه كويسه جدا، ومبقاش نحس بالايه؟ بحته الجهد البدني في المباريات زي زمان. فالحمد لله دي موجوده، خصوصا ان انت معاك مدرب او طاقم اجنبي فبينفذ الشغل البروفيشنال او الشغل الاوروبي او الشغل العالمي. زي انت عارف اقول لك كروش كان ماسك منتخب كولومبيا، عنده فكره وعنده خبره كويسه جدا وعارف. طيب انا بشكر حضرتك جدا، بشكرك جدا الكابتن اسامه صالح لاعب كره قدم مقيم في اسبانيا، وتحياتي لكل الجاليه المصريه والعربيه في اسبانيا، شكرا جزيلا. بنتقل مع حضراتكم مباشرة إلى زملائي رمضان المطعني من مركز شباب الجزيرة، وعلي فتحي من نادي التوفيقية بالمهندسين. برحب بيكم الاثنين رمضان وعلي. ورمضان، أولا الأجواء عندك والشوط الأولاني لم ينتهي بعد. طيب بروح مع حضراتكم لزميلي علي فتحي في نادي التوفيقية في المهندسين. علي تحياتي، ما ترصده أنت؟ تحياتي لك فوزي يعني، وتحية للسادة مشاهدي أهلين الأخبار. لحظات قليلة وسابقة انتهى قبلها شوط اللقاء الأول، يعني باين فوزي الإجهاد على أداء لاعبو المنتخب الوطني، ثلاث مباريات متتالية بثلاث أشواط إضافية، عمالقة القارة من أخرجهم الفراعنة، بداية من لقاء الكوتيفوار وحتى الكاميرون في قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية. يعني الأداء في مجمله كان متوسطا، غيابات كثيرة، الإرهاق واضح تماما على لاعبو المنتخب، أيضا غياب المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش عن دكة البدلاء وعن رأس القيادة الفنية للفراعنة أثر بشكل شديد على أداء الفراعنة في الشوط المباراة الأول. لكن في المجمل يعني كانت الفرص متكافئة والمباراة سجال بين المنتخب السنغالي ونظيره المصري، باستثناء كرة خطرة من الجانب الأيمن لساديو ماني نجم ليفربول، وكان قبلها أيضا ركلة جزاء من نفس الجانب. من الواضح أن أليو سيسي المدير الفني السنغالي أعطى لاعبوه تعليمات بالهجوم وتكثيف الهجوم من الجانب الأيمن، نظرا لغياب عمر كمال عبد الواحد لحصوله على الإنذار الثاني في مباراة الكاميرون السابقة، مما دعا إلى
اضطر المنتخب الى اشراك اللاعب امام عاشور لاعب نادي الزمالك المصري منذ بداية اللقاء، وهم يعني يعولون او يخترقون الجبهة اليمنى، الجبهة التي يتواجد بها امام عاشور ومحمد عبد المنعم، وبالفعل جاء منها ركلة الجزاء التي تفوق وتعملق وتصدى لها بكل جدارة محمد ابو جبل ليحافظ على نظافة شباكه، وايضا تبقى النتيجة تعادل سلبي حتى انتهاء الشوط الاول. كان هناك ايضا فرصتين خطيرتين لنجم مصر ونجم نادي ليفربول الانجليزي محمد صلاح، تصدى اليها بجدارة الحارس السنغالي ويعني حول الكرة في المرتين الى ركلة ركنية لم يستفد منها الفراعنة، ولكن في المجمل فوزي الأداء كان متكافئا بين الفريقين، ونأمل أن يعني يدخل الفراعنة ويدخل المنتخب الوطني أجواء اللقاء مع بداية الشوط الثاني، ومن ثم تحقيق الهدف المنشود والهدف المرجو، وهو الفوز والتسجيل الأهداف والتتويج بلقب البطولة القارية للمرة الثامنة في تاريخ المنتخب الوطني. إليك فوزي. أشكرك زميلي علي فتحي من نادي التوفيقية بالمهندسين، بروح مع حضراتكم مشاهدينا لزميلي رمضان المطعني من مركز شباب الجزيرة. رمضان، ما ترصده أنت بعد أجواء الشوط الأول من مباراة مصر والسنغال؟ نعم فوزي، يعني بدأ يعني الشوط الأول بحماسة كبيرة للمنتخب السنغالي يعني، وسيطر على مجريات المباراة في أول هذا يعني الشوط، إلى أن يعني جمع يعني المنتخب المصري قوة مرة أخرى وبعض يعني الفرص التي أتت لمحمد صلاح، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، ولكن المشهد الرئيس طبعا وفي يعني صدارة هذا الشوط ضربة الجزاء التي تصدى لها يعني أبو جبل، وهذه التي أعطت المصريين الروحة الكبيرة لامتلاك زمام المباراة، وهجمة هنا وهجمة هنا للفريقين، ولكن أيضا الاعتماد على يعني ساديو ماني والهجمات السريعة التي يعني يقوم بها منتخب السنغال من اعتماده على يعني طرفي الملعب، الطرف اليمين والطرف اليسار، والكور العرضية التي يعتمدون عليها، ومع أيضا تسليم الكرة لساديو ماني، هذا ما جعل الفارق في بداية الشوط الأول في صالح يعني السنغال، يميل إلى الاستحواذ الكرة لصالح السنغال نوعا ما، ولكن أيضا يعني مع الهجمات التي قام بها المنتخب الوطني لهجمات خطرة من الاعتماد على محمد صلاح، ورأينا الكرة التي يعني قام فيها محمد صلاح بيعني مراوغة عدد من الدفاع السنغالي وصوبها مباشرة نحو ترمامة، هنا ارتفعت يعني الأهات مع ألعاب محمد صلاح، وهذا ما يعني يعقد عليها المصريون بأن يعني المنتخب الوطني عن طريق يعني محمد صلاح أن يكون هذا الهدف إن شاء الله الذي لم يأخذنا إلى يعني الشوط الثالث والرابع، نظرا لأن يعني المنتخب الوطني الذي لعب ثلاث المباريات السابقة 120 دقيقة، وهذا ما يمثل يعني مجهودا بدنيا مضاعفا على يعني اللاعبين، وأن السنغال التي لم تحظى بأي شوط يعني إضافي خلال المباريات الخاصة بها، يعني المصريون هنا ينتظرون النجمة الثامنة للمنتخب المصري، ومع يعني بداية الشوط الثاني تكون يعني مختلف الأمور والسيطرة تكون مصرية، خاصة يعني أن المدرب كروش ومساعده يتابعون هذه المباراة من المدرجات، والكابتن ضياء السيد يباشر هذه المباراة من على خط يعني الملعب. أنا بشكرك جدا زميلي رمضان المطعني، شكرا جزيلا رمضان من مركز شباب الجزيرة. بنتقل مع حضراتكم لزميلي محمد محمود من شبرا الخيمة. محمد، أجواء المباراة في شبرا الخيمة؟ بالفعل انتهى الشوط الأول والذي شهد ربما سيطرة من المنتخب السنغالي وعدد من الفرص الخطيرة، ولكن هناك استبسال دفاعي كبير من لاعبي المنتخب المصري، خاصة بعد حصول المنتخب السنغالي على ركلة جزاء في الدقيقة قبل مرور خمس دقائق أو بعد مرور خمس دقائق من بداية اللقاء، ولكن تصدى لها الحارس الكبير محمد أبو جبل، ما أكد على جاهزية جميع لاعبي المنتخب الوطني، حالة من الرضا تسيطر على الجماهير،
خاصة مع خروج الشوط الأول بالتعادل السلبي، على أمل تحسن الناحية الهجومية للمنتخب المصري في الشوط الثاني، لأن الشوط الأول تقريبا فرصتان للنجم محمد صلاح فقط هم أبرز نقاط القوة للمنتخب المصري في الشوط الأول. عموما معنا عدد من الجماهير لاستطلاع رأيهم في أداء المنتخب في الشوط الأول. رأيك في أداء المنتخب في الشوط الأولاني؟ هو أداء المنتخب جيد لأن احنا بنقابل أقوى منتخب في أفريقيا، منتخب السنغال، منتخب منظم بيلعب كرة على الأرض، عنده قوة وسرعة، فاحنا محتاجين بس من نص الملعب ان هو يشتغل شوية والديفنس يركز، لان عندنا برضو وجود عناصر جديدة موجودة عندنا زي امام عاشور اول مرة يلعب بطولة افريقيا، فالمفروض الناس بس تركز شوية والناس القديمة اللي زي النني تدي توجيهات في نص الملعب، وان شاء الله خير هنروح بواحدة والتانية وواحدة هتصيب ان شاء الله، وربنا يكرمنا يا محمد ان شاء الله، ربنا يكرمنا ان شاء الله منتخب مصر يعني. رايك في اداء المنتخب في الشوط الاولاني؟ والله على قد الامكانيات المتاحه وعلى قد الفريق المحترم اللي قدامنا الحمد لله رب العالمين، وان شاء الله ربنا يكرمنا الشوط الثاني وهنكسب 2-1 باذن الله. رايك في اداء المنتخب؟ ان شاء الله منتخب مصر يكسب 1-0 محمد صلاح ان شاء الله. كان هذا جانب من راي الجمهور هنا في شبرا الخيمه في اداء المنتخب في الشوط الاول وتمنياتهم للشوط الثاني الذي جعل المصريين على الفوز 1-0. شكرا جزيلا، انا بشكرك، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، انا بشكرك زميلي محمد محمود من شبرا الخيمه، وبشكر الزملاء اللي كانوا معنا في هذه المتابعه، رمضان المطعني وعلي فتحي. باذن الله كل التوفيق للمنتخب المصري في الشوط الثاني باذن الله، ومصر تحصد البطوله الثامنه في كاس الامم الافريقيه باذن الله. بعد قليل موجز الانباء مع زميلي تامر حنفي في امان الله.